أعزائنا المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتقدم مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان والزملاء العاملين فيه بأسمى التهاني وأجمل التبريكات بهذه المناسبة العطرة، ضارعين أن يعاد على العالم أجمع بالسلام والمودة ودوام الخير والمحبة. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. البابا فرانسيس يصدر رسالته لأجل السلام لعام 2019. صلوات وقداديس إلهية في الكنائس الأردنية احتفالاً بعيد الميلاد المجيد. كنيسة النبي موسى في مادبة تحيي ليلة الميلاد بين أعمدتها الأثرية التاريخية. وفيها أيضاً رعية قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي تحتفل بعيد العائلة المقدسة. أهلاً بكم. كعادته كل عام وفي الأول من كانون الثاني يصدر قداسة البابا فرانسيس بابا روما رسالته للعالم بشأن السلام، والتي حملت هذا العام عنوان السياسة الصالحة في خدمة السلام. وأكد قداسته بأن السياسة الصالحة هي الممارسات الخلاقة والمتسامحة مع الآخر لأجل بناء البيت الواحد أي الوطن الواحد، وبالمفهوم الشامل الكون الواحد الذي يسير بنهج المسؤولية المتبادلة والترابط بين البشر، والمقدرة على أن يقودنا التسامح إلى بر الأمان والسلام بعيداً عن الصراعات والحروب والنزاعات. وعلى صعيد متصل ومتابعة لتعليم قداسة البابا فرانسيس لهذا الأسبوع حول صلاة الأبانة، فقد أعرب قداسته عن جمالية الفكرة التي تقول أن إلهنا لا يحتاج لتضحيات لنكسب نعمه، إلهنا لا يحتاج لشيء، يطلب منا فقط أن نحافظ في الصلاة على قناة تواصل معه لكي نكتشف على الدوام أننا أبناؤه المحبوبون وهو يحبنا كثيرا. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يقدموا لقداستكم أطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد، كما ويجددون التعبير لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نتابع تعليمنا حول صلاة الأبانة ينيرنا سر الميلاد الذي احتفلنا به منذ بضعة أيام. يضع إنجيل متى نص صلاة الأبانة في نقطة استراتيجية في وسط عظة الجبل التي يلخص فيها يسوع الجوانب الأساسية لرسالته. إنها ثورة الإنجيل، لأنه من باب المدخل هذا الذي يقلب قيم التاريخ رأساً على عقب تنبعث حداثة الإنجيل. كونوا أبناءً لأبيكم الذي في السماوات. هكذا إذن يقدم يسوع تعليم صلاة الأبانة، ويقوم بذلك مبتعداً عن مجموعتين من مجموعات زمنه. أولاً المراؤون، لا تكونوا كالمرائين فإنهم يحبون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع ليراهم الناس، ومن ثم يبتعد أيضاً عن صلاة الوثنيين، لا تكرروا الكلام عبثاً فهم يظنون أنهم إذا أكثروا الكلام يستجاب لهم. ولكن يقول لنا يسوع: أما أنت إذا صليت فتوجه إلى الله كما يتوجه الإبن لأبيه الذي يعرف ما يحتاج إليه قبل أن يسأله. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كم هو جميل أن نفكر أن إلهنا لا يحتاج لتضحيات لنكسب نعمه. إلهنا لا يحتاج لشيء، يطلب منا فقط أن نحافظ في الصلاة على قناة تواصل معه لكي نكتشف على الدوام أننا أبناؤه المحبوبون. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, la nostra preghiera potrebbe essere anche una preghiera silenziosa. Basta in fondo mettersi sotto lo sguardo di Dio, ricordarsi del suo amore di Padre, e questo è sufficiente per essere esauditi. Il Signore vi benedica.
أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يمكن لصلاتنا أن تكون أيضاً صلاة صامتة. في الواقع يكفي أن نضع أنفسنا تحت نظر الله ونتذكر محبته الأبوية، وهذا أمر كاف لكي نستجاب. ليبارككم الرب. بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أقيمت في مختلف الكنائس الرسولية في المملكة الصلوات والقداديس الإلهية بهذه المناسبة البهية، حيث أضيئت الشموع وتليت العظات والدعوات، واستذكر أصحاب سيادة المطارنة في عظاتهم المبادئ والمعاني التي جاءت بها رسالة السيد المسيح التي تجسد السلام والمحبة بين عموم البشر. تفاصيل أوفى حول احتفالات الكنائس في التقرير التالي. تمر السنون جيلاً بعد جيل، ومع هذا تبقى قصة ميلاد السيد المسيح أقدس وأعظم وأجمل قصة في التاريخ، فهي قصة افتقاد السماء للأرض، قصة محبة أبدية عظيمة تملأ قلب الله نحو جنسنا البشري. إنها قصة تجسد الله ومجيئه إلى عالمنا في شخص طفل المذود، ربنا ومخلصنا الوحيد يسوع المسيح. فمهما طال الزمان، فإن قصة ولادة الرب يسوع له المجد من القديسة مريم العذراء كانت وستبقى أروع قصة في مسيرة الحياة. فنور الميلاد ما يزال ساطعاً، بل يزداد جمالاً في عالم امتلأ بالنزاعات والصراعات والألم. فبهذه المناسبة المجيدة احتفلت كنائس المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بقداديس إلهية ليلة الميلاد حسب التقويم الغربي، حيث تزينت الكنائس بأبهى الحلل وأشجارها أضيئت لتعكس بهجة وفرح الأمم ليلة ميلاد مخلص البشرية. في كنيسة القديسة كاترين الرعوية بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم أقيم قداس إلهي مهيب ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية بيير باتيستا بيتسابيلا بمشاركة لفيف من المطارنة والأساقفة. حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الداخلية سمير مبيضين وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية وجموع من الحجاج. ورحب المطران بيتسابيلا في مستهل القداس بالسيد الرئيس والوزير مبيضين والحضور والمشاركين، وقال إننا نلتقي جميعا في هذه الليلة المقدسة لأننا دعينا، وجمعنا الله هنا في بيت لحم المدينة التي ولد فيها المخلص يسوع المسيح. وأضاف في هذه الليلة المقدسة نحتفل بميلاد يسوع المسيح في بيت لحم ونعلن مع الملائكة محبة الله لهذه الأرض ولمدنها، ونريد أن نستجيب للدعوة الموجهة إلينا، وهي أن نكون صانعي سلام وأنبياء رجاء وشهودا مقتنعين وقادرين على الإقناع بضرورة المشاركة والحوار.
وتابع: نريد أن نسكن هذه الأرض مع يسوع المسيح فلا نهجرها، نريد أن نشارك في ألامها ومخاوفها وأحزانها وأمالها، نريد أن نسير معا في طريق الخلاص مستعدين لبذل كل جهد والتزام كل مبادرة تجعل مدننا مزدهرة ومضيافة، حيث يقدر الجميع أن يجدوا بيتا وعملا وحياة كريمة ومكتفية. هناك الكثير من الأعمال التي تشبه ما صنعنا في الكنيسة، أعمال جميلة يمكن أن ننظر إليها رغم كل المصاعب. الميلاد هو أيضا وما يجب أن نضع جانبا من الأشياء السلبية. هذا هو الميلاد أيضا. وصافح الرئيس محمود عباس خلال خروجه من الكنيسة المطران بيير باتيستا بيتسابيلا وعددا من المشاركين بالقداس، معبرا عن أحر تهانيه لهم بالاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة. أيها الإله الباري القدير، لقد أضأت هنا هذه الليلة السامية القداسة ببهاء النور الحقيقي، فهم لنا وقد عرفنا المسيح في أسراره على الأرض أن نتمتع بأفراحه في السماء. هو ذا الماحي الخطايا وفي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في العاصمة عمان، احتفلت الرعية بقداس مهيب ترأسه الأب علاء مشربش، عاونه فيه الأب مروان حسان والشماس الإنجيلي جبران سلامة. أحيا القداس بالترانيم الميلادية الشجية جوقة قلب يسوع الأقدس بقيادة المرنم فارس عباسي، بحضور حشود من أبناء الرعية المحتفلين بهذا الحدث الأغر. وعقب الإنجيل المقدس تحدث الأب مشربش في عظة القداس عن عمق معنى الميلاد، فهو بداية طريق الخلاص المعد لنا، وأضاف بتجسد الله ومحبته واتضاعه وارتضائه بأن يولد في مذود حقير، واختتم العظة بالتهاني لأبناء الرعية مصليا لهم بشفاعة طفل المغارة بأن يمنحهم المحبة والسلام في حياتهم ويحيا في قلوبهم للأبد. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، ولد المسيح، هللويا. اليوم نصل معا إلى مغارة بيت لحم، نسجد للطفل المولود من مريم، ونتأمل في هذه الليلة بأمر هذا الطفل العجيب. الكنيسة المحاطة بالظلام هي نور يشع في داخلها ميلاد هذا الطفل، وهذا ما سمعناه في القراءة الأولى من أشعيا. نور المسيح الذي يجذب البشر، نور الميلاد، لولا ما أشرق لما حصلنا على رجاء القيامة. هذا هو عيد الميلاد، عيد القناعة، عيد القبول لمشيئة الله، وعيد الانطلاق نحو الآخر. باسم إخوتي وأخواتي واسم الأب مروان والشماس جبران والأخوات الراهبات، نتقدم منكم جميعا يا أبناء رعيتنا الأحباء بأحر التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مصلين وطالبين من الطفل يسوع أن يولد في قلوبكم وبيوتكم ويحمل لكم كل النعم والبركات من السماء، فيكون هذا العيد عيد التجديد وعيد الحياة الجديدة مع الله. كل عام وأنتم بخير. ولد المسيح، هللويا، آمين. كما احتفلت كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك أم السماق بقداس احتفالي تذكارا بالميلاد،
ترأسه رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن المطران جوزيف جبارة بمعاونة الأرشمندريت بسام شحتيت والأب عماد بواب بمشاركة مجموعة كشافة ومرشدات المطرانية في الخدمة وجوقة المطرانية في إحياء التراتيل البيزنطية خلال الاحتفال. وفي عظة القداس تحدث سيادته عن سر التجسد الإلهي في الإنجيل المقدس، حثاً المؤمنين على عيش فرح الميلاد في قلوبنا قبل أي مظاهر خارجية. الميلاد منه سنة الماضي، الميلاد منه مبارح، الميلاد هو اليوم. بقدر ما أنا بعيش اليوم حاضر أمام الرب، بقدر ما بعيش أنا اليوم في اتحاد مع السيد المسيح بسلام مع الآخرين، كون عبعيش الميلاد اليوم. للجميع بتمنى أعياد مباركة ملأ السلام، ملأ الفرح، ملأ السعادة عليكم، على أولادكم، على أحبائكم، وكل عام وأنتوا بألف خير. وعقب الانتهاء من القداس الاحتفالي وفي لقاء خاص لنورسات مع سيادة المطران جبارة مقدما تهانيه الحارة ومعايدته لكل المسيحيين في أرجاء المعمورة بهذا الحدث العظيم. صلوات بين القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا، أمين. انعاد عليكم سنين كثيرة. بهالليلة المباركة والمجيدة بحب أتقدم بأحر المعايدات، أحر الأمنيات لكل أبناء الرعية، لكل أبناء الأبرشية ولكل أبناء الأردن قاطبة، متمنيا للجميع أيام سعيدة، أيام بركة، أيام خير، وإن شاء الله هالعيد بنعاد على الأردن بكتير من السلام، بكتير من البحبوحة، بكتير من الإخاء والطمأنينة لكل الأردنيين. شكرا جزيلا. وفي ذات الكاتدرائية التأم أبناء الرعية الكلدانية في الأردن من مقيمين ولاجئين للاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد بقداس إلهي احتفل به كاهن الرعية الكلدانية في الأردن الأب زيد حبابة بمعاونة خدام الهيكل وشمامسة الرعية وجوقتها. حضر القداس سعادة القنصل الدكتور خالد الخيزران ممثلاً عن سفيرة جمهورية العراق لدى الأردن صفية سهيل مع مجموعة من أعضاء السفارة وبحضور بهي من المؤمنين. هذا وقد رفعت الطلبات والنيات لأجل الكنيسة ومؤمنيها ونية السلام في العراق وسوريا وفلسطين ونية الأردن ملكا وحكومة وشعبا ليبقى بلدا آمنا وسالما. وفي عظة القداس للأب حبابة تحدث عن دخول الله لعالمنا بكل بساطة وتواضع كما وصفها القديس لوقا البشير في الإنجيل، وأكد على ضرورة حاجتنا اليوم إلى ولادة جديدة، إلى شخص يجدد إنسانيتنا ويذكرنا بأن الله قريب منا ولن يتركنا مهما حصل، فنحن بحاجة لبساطة الرعاة وقوة إصغائهم لصوت الله واندهاشهم بالعلامات والحوادث. وفي نهاية القداس تبادل المؤمنون التهاني بهذه المناسبة. أطلب من صاحب العيد أن يحل السلام في أرجاء المعمورة وخصوصا في المنطقة، وانتهز هذه المناسبة ليقدم التهاني القلبية للشعب الأردني العزيز لاستضافتهم لنا العراقيين اللاجئين في الأردن، جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، الحكومة والشعب. كما أقدم تهانية القلبية لمكتب فضائية نورسات على مرافقتها إلنا ونقلها لكل احتفالاتنا في أعياد الميلاد وطول السنة لكل النشاطات اللي تقيمها الكنيسة. وفي محافظة مادبا احتفل الرهبان الفرنسيسكان في مزار النبي موسى على جبل نبو بقداس عيد الميلاد المجيد. ترأسه القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المونسنيور ماورو للي
بمعاونة الأب فراس حجازين وعدد من الآباء الكهنة وبحضور عدد من السفراء في الأردن ومجموعة من راهبات الفرنسيسكانيات وجموع من المؤمنين. وفي عظة القداس التي ألقاها الأب حجازين نيابة عن المونسنيور للي هنأ بها كل من شارك في الاحتفال بالذبيحة الإلهية، داعيا بأن يحل السلام في العالم أجمع ومنطقتنا العربية بالأخص، كما رفع الدعاء بأن يحفظ الأردن وقائد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين من كل مكروه وبلية. بهالأمنيات نتمنى فيها بهالمساء وبعيد الميلاد من عيد جلالة الملك عبد الله ومن عيد الأردنيين جميعا بدون استثناء بناء المولود من عيد عليهم، ومن جديد نشكر طبعا تلفزيون نورسات اللي كمان غطوا هالقداس كانوا معنا في هذا المساء. فوليد المسيح هللويا، كل عام وانتو بخير. وختاما في كنيسة دخول السيد للروم الأرثوذكس أصويفية، احتفل قدس الأب الأيكونوموس إبراهيم دبور بقداس عيد الميلاد المجيد بمعاونة الأب باجس خوري والأب بطرس جنحو ومشاركة جوقة الكنيسة بالتراتيل الشجية بحضور أبناء الرعية. قدم الأب جنحو كلمة معايدة لكل المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يمنح أردننا السلام والخير والبركة في العام الجديد. ولد المسيح هللويا. ولد المسيح هللويا. احتفلت رعية كنيسة قلب يسوع الأقدس تلاع العلي بعمان بعيد العائلة المقدسة والأحد الأول من زمن الميلاد، حيث شارك الحضور من المؤمنين بقداس احتفالي أقيم بهذه المناسبة. إلى المزيد. احتفلت مجموعة العائلة المقدسة التابعة لكنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي بالعاصمة عمان بعيد العائلة المقدسة الذي تزامن مع عيد الميلاد المجيد. وقد حضر الاحتفال الذي تضمن قداسا إلهيا ترأسه الأب علاء مشربش راعي الكنيسة عدد بهي من المؤمنين القادمين من داخل عمان وخارجها. وتحدث الأب مشربش في عظته عن دور العائلة المسيحية المقدسة في بناء مجتمع مسيحي متماسك ومساهمتها الفاعلة في تقدم المجتمع ونهضته، مستذكرا ما ورد في الكتاب المقدس عن قدسية الزواج الذي يؤدي إلى ظهور عائلات متماسكة تشكل النواة لمجتمع إيماني صادق، كما شكر أعضاء المجموعة على نشاطاتهم الرعوية خلال العام المنصرم. إذن احتفلنا اليوم بعيد العائلة المقدسة، هو الأحد الأول من زمن الميلاد. احتفلنا بهذا العيد اليوم وصلينا من أجل جميع العائلات لحتى يكونوا فعلا على مثال العائلة المقدسة، عائلة الناصرة. إنه أيضا اليوم بشكل خاص لنا عن نية العائلات المفككة اللي بتمر بأزمات، حتى فعلا مع نور الميلاد يشع نور جديد في وسط الظلمة، في وسط الألام والأحزان اللي بتمر في هاي العائلات.
وأيضا بالتزامن مع هذا العيد يصادف عيد مجموعة العائلة المقدسة أم النور في رعيتنا في طلاع العلي. صلينا معهم، صلينا من أجلهم اليوم عنيت هاي المجموعة اللي هي فعالية رعوية في كنيستنا، بيجوا وبيجتمعوا كل يوم 3 الساعة 7:30 حول كلمة الله، وبيحاولوا فعلا ينموا الحياة الروحية أعضاء المجموعة. اليوم إذا نفتتح من جديد بعيد جديد مع العائلة المقدسة هذا الزمن الميلادي، ومنختم سنة 2018 مع هذا العيد اللي منقدم حياتنا من جديد مع مغارة بيت لحم مع العائلة المقدسة. بتمنى للجميع سنة سعيدة جديدة، ميلاد مجيد، كل عام وأنتم بخير، ولد المسيح، هللويا. وأكد أعضاء العائلة المقدسة المشاركون بالاحتفال الذي تضمن أيضا مسابقة بعنوان الكلمة صارت جسدا أن مجموعتهم يلتقون حول الكلمة مرة واحدة كل أسبوع، وهم موزعون في الكثير من مناطق المملكة، كما أنهم مهتمون على وجه الخصوص بالتنشئة الروحية للأفراد والعائلات وبقراءة الكتاب المقدس وعموم المواضيع الأبوية والروحية والإيمانية. من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه ويمتنع عنها ويستجاب له في صلاة كل يوم، ومن احترم أمه فهو كمدخر الكنوز. من أكرم أباه سر بأولاده وفي يوم صلاته يستجاب له. من احترم أباه طالت أيامه. تحتفل الكنيسة اليوم بعيد العائلة المقدسة، واللي هو كمان العيد الخاص بمجموعتنا، مجموعة العائلة المقدسة اللي هي موجودة في الأردن وموجودة في عمان وخارج عمان. مجموعتنا لها برعاية قلب يسوع الأقدس حوالي 7 سنوات، هي مجموعة فعالة بتهتم بالتنشئة الروحية للأفراد وللعائلات، بتهتم كمان بالمسيرة الإيمانية للفرد وللعائلة. عندنا قراءة للكتاب المقدس، التأمل فيه، بالإضافة لأعمال الرحمة والتفاعل على كافة الأصعدة بنشاطات الرعية. قداسنا اليوم كان قداس احتفالي شارك فيه كافة أعضائنا، رحبنا كمان بالأعضاء الجداد واحتفلنا فيهم، وأعلننا كمان نتائج المسابقة، هي مسابقة الكلمة صار جسدا اللي احنا نظمناها خلال الزمن الميلادي. منحب نعيد عليكم، لكم كل عام وانتم بألف خير، منا لكم سنة سنة سعيدة جديدة للكل في 2019، وكل عام وانتم بألف خير، وشكرا لكم. احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة بالرسامة الإنجيلية لابنها الشماس علاء بعير في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا بفلسطين، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بير باتيسيا باتسبالا، وبحضور عدد كبير من الكهنة والشمامسة والراهبات في فلسطين والأردن. التفاصيل في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. يبذل نفسه في سبيل أحبائه، هذا النداء استقر في قلب الشاب وهب نفسه وذاته وحياته لخدمة الكنيسة. فقد احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بالرسامة الشماسية الإنجيلية لابنها البار الشماس علاء سليم بعير في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا، حيث ترأس القداس المدبر الرسولي بيير باتيستا باتسابالا وبحضور عدد كبير من الكهنة في فلسطين والأردن ورئيس المعهد الكليريكي الأب الدكتور يعقوب رفيدي. ابتدأ القداس بدخول الموكب على أنغام تراتيل من الجوقة، وفي كلمة من المدبر الرسولي الذي شكر الله أولاً على نعمة الكهنوت للشباب والذين يكرسون أنفسهم لخدمة الرب. First of all, I'm happy because the church has a new deacon, new servant to the church, and we all in different way we have to serve the church, to love her, because in the church we find Jesus, which is our full joy. وبعد طلبة جميع القديسين تم وضع يد المدبر على رأس الشماس، تلاها صلاة التكريس، وبعدها قام الإشبين الأب جمال خضر بتلبيسها البطرشيل والدلماتيكا، حيث امتلأت الكنيسة بأجواء من الفرح وزغريت وتصفيق للشماس لحصوله على هذه الرتبة.
ها هو الخادم الجديد علاء بعير الذي يستعد الآن لحصوله على رتبة الكهنوت المقدس، وهذه الفرحة للكنيسة وللعائلة وللمعهد الإكليريكي. هو خادم جديد في حقل الرب. وبعد القداس وبأجواء من الفرح سادت ساحات المعهد الإكليريكي، ومن ثم تم تقديم التهاني للشماس. هذه الدعوة هي صوت الرب داخل الإنسان، والشماس علاء وجد هذا الصوت في قلبه، والذي اتخذ الآية التي تقول يبذل نفسه في سبيل أحبائه. شعوري لا يوصف صراحة بهاي الأوقات، بهاي اللحظة الأولى إلي مباشر على القناة. شعور كثير حلو، شعور لا يوصف. قد ما رح أحكي ما رح أقدر أوصف هذا الشعور. اللي إحنا صرنا هلأ خادم للمسيح، وخدمة المسيح طلب مني الكثير، والعالم كله بنتظر الكهنة القديسين. فبطلب من ربنا أن يعطيني هاي النعمة حتى أكون قد هاي المسؤولية، وبطلب منكم الصلاة من أجلي. وكلمة للشباب، ما نخاف، نفتح قلوبنا للمسيح، نفتح قلوبنا، نفتح عيوننا، ما نتردد ولا لحظة للمسيح، لأنه المسيح بنتظرنا، المسيح بيحبنا، المسيح ما عمره بتخلى علينا. وبشكركم جميعا، بشكر كل الضيوف الحاضرين معنا، بشكر الأهل، بشكر أصدقاء، شكر لأهلي في الأردن اللي ما قدروش ييجوا، بشكرهم وبصلي لهم والجميع بصلاتي. وشكرا لكم نورسات، شكرا كثير. وإحنا كثير كثير مبسوطين، يعني جفنا كثير بتقدم كهنة للبطرقية. يعني إذا لاحظتوا اليوم كان في عنا على الهيكل 6 خوارنا من جفنا، فدائما إحنا سباقين لنقدم خوارنا للبلد. اليوم كانت فرحة عظيمة، وإن شاء الله دائما دائما ربنا بعطي مواهب للناس اللي تروح خوارنا ورهبات حتى يكثروا في الرعية ويكثروا في الرعاية ويؤدوا خدمة للرب. هذه السنة بفرحتنا بالشماس علاء بعير من مواليد الأردن، هو أصلاً من جفنا. الشباب اللي بعطوا حياتهم لخدمة ربنا، لخدمة الكنيسة ولخدمة شعب الله. هكذا الله أحب العالم، إنه بذل ابنه الوحيد. واليوم يوماً بعد يوم، سنة بعد سنة، الشباب ينتسبون وراء المسيح يلتزمون هذه الطريق من أجل خلاص النفوس وخير العام في العالم. إحنا طبعاً بنفتخر بهذه الرسامة، ونحن فخورين جداً بعلاء، لأننا نؤمن بأن الرب يعطي أبنائه للعمل في حقله، اللي بحاجة طبعاً، حقل الرب بحاجة إلى عمله، لأنه الزرع كثير والعمل قليل. لأنه فعلاً هذه الأرض بالرغم من أنه ولد فيها رسول السلام، إنها أحوج ما تكون إلى السلام. وكشاب يتخذ هيك خطوة هو جرأة في عالم اليوم اللي يتوجه نوعا ما أكثر إلى هذه الدنيا، فهو مثال أمامنا دائما بذكرنا إحنا ككهنة. وأيضا يدعو الشباب من لهم الرغبة في التكريس وسر الكهنوت أن يلبوا النداء وبكل شجاعة، لأن الله دائما هو الأكرم، الله دائما هو الأجمل، والسعادة الحقيقية هي فعلا عنده. للنورسات مارلين الحدوة من المعهد الإكليريكي بيت جالة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يصدر رسالته لأجل السلام لعام 2019. صلوات وقداديس إلهية في الكنائس الأردنية احتفالاً بعيد الميلاد المجيد. كنيسة النبي موسى في جبل نيبو تحيي ليلة الميلاد بين أعمدتها الأثرية التاريخية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابع موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.